سعد واقحم اللاعب رقم 9 راوية قارة كجناح من الجهة اليمنى، ويظهر لي والهدف المرة هذه من طريق النقيز سهير النقيز، ايضا جاب من يسارية على يسارية. فعلا حوار متواصل ممتاز، العملية تسلسل والمدرب محمد دلال انطلاق المباراة وثنائي تحكيم وليد العيد وعمر عياد، والكرة الأولى في المباراة. أكيد المباراة هذه هامة جدا، إما الأمل الرياضي برجيش باش يتحصل على الثنائي أو العكس. الهدف الأول فايت الجمعية النسائية بالساحل، والامتلاك الأول والدخول بقوة حسب إشارة الحكم، هدف لصفر للجمعية النسائية بالنشر. والمدرب محمد دلال انطلاق المباراة وثنائي تحكيم وليد العيد وعمر عياد، والكرة الأولى في المباراة. أكيد المباراة هذه هامة جدا، إما الأمل الرياضي برجيش باش يتحصل على الثنائي النشر. والمدرب محمد دلال انطلاق المباراة وثنائي تحكيم وليد العيد وعمر عياد، والكرة الأولى في المباراة. أكيد المباراة هذه هامة جدا، إما الأمل الرياضي برجيش باش يتحصل على الثنائي أو العكس. الهدف الأول فايت الجمعية النسائية بالساحل، والامتلاك الأول والدخول بقوة حسب إشارة الحكم، هدف لصفر للجمعية النسائية بال